كان الحديث في مشروعية التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وبمقامه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أنني ذكرت في أبحاث سابقة أهمية هذا المبحث، لأننا نجد أن هذا المبحث هو الذي على أساسه الآن بدأ يفرق الأمة الإسلامية. يعني أن هناك فرقة، هذه الفرقة تحاول أن تدعي أنها منتمية إلى الإسلام، ولكنه على أساس التوسل بالأولياء والصالحين وأهل البيت والنبي بدأت تكفر ماذا؟ تكفر الآخرين. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن أهم أولوية عند هذه الجماعات التكفيرية ليست هي التوحيد، وليست هي النبوة، وليست هي نشر الإسلام، وليست هي صالح الأمم والشعوب، وإنما أهم أولوية عند هذه الجماعات التكفيرية هي ماذا أستاذ علاء؟ هي هدم المراقد. انتهت القضية. وكأنه لا توجد هناك أولوية في الدين أهم من أولوية ماذا؟ هدم المراقد. أعظم من التوحيد واقعا. والإنسان من خلال هذه المفردة يستطيع أن يتعرف على الأفق الفكري الذي تعيشه مثل هذه الجماعات واقعا. لأنه قل كل يعمل بنص القرآن الكريم، قل كل يعمل على شاكلته. هذا هو أفق هذه الجماعات. أفق هذه الجماعات ليست خدمة معارف الدين، ليست إقامة التوحيد في حياة الناس، ليست خدمة الناس، ليست حفظ أمن الناس، ليس ليس ليس، ولكنه شيء واحد، وهو هدم ماذا؟ أنا أعبر عنه أنه هذا يكشف عن ضحالة هذه الخلفية الفكرية والعقدية التي تعيش هذه الجماعات. ولعلها قاصدة. لماذا؟ لأنه هي بصدد إيجاد استفزاز الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية على اختلاف مبانيها وعقائدها وتوجهاتها ومناهجها ومذاهبها الفقهية والعقدية، نجد أنهم يحترمون الأولياء، وخصوصا إذا كانوا من صحابة ماذا؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. والغريب واقعا الإنسان يقع في حيرة أن هؤلاء كيف يدعون أنهم يحمون الصحابة ويدافعون عن حريم الصحابة، إلا أنهم ينتهكون حرمات الصحابة. تنقل الجثث على أي الأحوال. واقعا أنا ما أريد أدخل، لأنه هذه القضايا البرنامج ليس معد لذلك، ولكنه أريد أن أبين حقيقة، وهو أنه مبحث التوسل بالأولياء والصالحين وبالخصوص بإمام الصالحين وأشرف الخلائق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله، هذه القضية على أساسه ليكفر الناس ويقتل الناس وتوضع المفخخات ويقتل وإلى غير ذلك.